صعدت حرب التصريحات بين روسيا وتركيا على خلفية إسقاط تركيا طائرة حربية روسية، وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تركيا تقديم اعتذارها، لكن الجانب التركي حذر بوتين من اللعب بالنار معتبرا أن تصريحاته الأخيرة غير مقبولة. أعتقد أنه إذا كان هناك طرف يحتاج إلى الاعتذار فإنه ليس نحن. أولئك الذين انتهكوا مجالنا الجوي هم من في حاجة للاعتذار. اشتدت حدة التوتر منذ بدء روسيا تنفيذ ضربات جوية في سوريا. كلا الجانبان يحاولان تنظيف المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي إنه يبدو أن تركيا تريد عمدا دفع العلاقات بين الدولتين نحو طريق مسدود. إننا كنا نعتبر تركيا دولة صديقة ولم نكن نتوقع مثل هذا العمل، وهذا هو السبب الذي جعل الضربة غير متوقعة. اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة نظيره الروسي فلاديمير بوتين باللعب بالنار في مهاجمة المعارضة السورية، وأضاف أن موسكو تلعب بالنار أيضا حين تستخدم إسقاط الطائرة الروسية ذريعة لتوجيه الاتهامات غير المقبولة ضد تركيا. ومن جانبها قالت روسيا إنها علقت جميع قنوات التعاون مع الجيش التركي بما فيها الخط الساخن المخصص لتبادل المعلومات بشأن الضربات الجوية الروسية في سوريا.